راود اعرابي امراه في الصحراء عند اعرابي عند قطري عنديت نسيت في جنح الليل تكتك بالو تشلما برها ليناچو ابا بلات زين عندت فقدلت حرام بهونه ملكو كلاي كتاچ بابلاتال كذا منالات فقال لها لا يرانا الا الكواكب ديك كواكب تشكوني نانشن امياين نيلم يفلقنون نسرالات اتشي سيتكن اللهم فري نبرج وقالت منالتشو فأين مكوكبها دي كواكبتون سرعات عسزو ياسك امتو الله السا يتمي هلو الله هيين من دي ولكد زينا السماء الدنيا بزيناتين الكواكب نيا تاتشن يوني الدنيا السماي بكواكبت اسوبان والي يا الله كواكبتنا الله لتاتشن يو سماي جيتنا يا درقات እሷን ከዋክብቶችን ይደረድራቸው በስርዓት ያስቀምጡ ጌታሳ ከዋክብቶች ብቻ እንጂ ሌላ አይነም እምትል አላህ አይነም ከዋክብቶችን ይደረድራቸው አላሁ አክበር ዳይነት ተቂሴቶች አሉ እቴ እነሱ ለመምሰል ነው መጣሪ ያለብሽ لله در القائل كتامي من الى واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يهراني الله اكبر واذا خلوت بريبه في ظلمه دنقت انت تشلما وسط بتشحن يتقمتك غزي والنفس داعيه الى الطغيان تشلما سيكب نفسه ودونجل تطرحلك فاستحي من نظر الاله وكلها كالله يتحيا ادرقنا بلا بلا لنفسه ان الذي خلق الظلام يراني تشلما ني فترو جيتا ياهينا امبي بلاتيل اليس كذلك الله نو جلمانا برهانون ميقايرو يوليج الليل في النهار ويوليج النهار في الليل الله نو جلمون برهانو يكتوال برهانو بجلما وسط يكتوال يهن ميقايرو جيتا ياينيال بلات جلما وسطون مان من دما ياتسب قانون بجلما يتكو الله ياينيال بلات نفسه يلالو اذن الله سبحانه وتعالى ياينيال بله وسط ما تسب الله ان اندتفروا اندتتنككوا يا درغال واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا الله انفرض الله ان انتن يتقططراچو يياياچو نونا اسو ياينال بلن ماسب الله اندنتتنككوا يا درغنال علماءش من يلالو نغرغن سويو يلالو الله اندمياو ياوكه وانجل است كغبا الله سبحانه وتعالى ما نمسو بايوم لسو ياغالطوال يلالو هين وانجل هيني سرون وجد سون دياقو يادرغال سون دي طلو يادرغال يقول ذكر ابن كثير في تفسيره ابن كثير تفسيرات شولين دزغبوت وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عثمان بن عفان سستنيو خليفه من يلالو ما من عبد ما من باريه كيلم يعمل خيرا او شرا مطفو ميم طرو سرا اي سرام الا كساه الله رداء عمله من ما ينت سرا شرمون خير اي سرام الله سبحانه وتعالى يسراون يسراون لبس بيكنا نبو انجي لال يا لبس حال انت كخير قويته بتشال ستالك صلى الله في الرستوتا سوتش كبروا حال كسوتش كخير اندك وياه قالو لانت كبر لانت بانت غرما يماركالو كونجل كقويه كن نقفيتا نو حتى تام تاغنيو نغغرا يدمت سو حقلو يا حال الله يزان سرا وطيت ياكنا نبو علي لالو عثمان رضي الله عنه يقول أحد السلف عنده سلف من يلال إن العبد ليذنب ذنبا بينه وبين الله عند سو وانجلي سرال ما ننسايو بسنا با الله مكاكل ثم يجيء إلى إخوانه كذا مدقوا الدنيو شي متال فيعرفون آثر ذلك يزان وانجل ياكوبتا للال يا وانجلي التاوك أتشوال عند سو كونجل نورو سيمتا يكالهال ሃይባው ይወርድባል ግርማው ከፊት ላይ ይነሳል ንቀ ነው መታናገሩ አላህ ስብሐ ወተዓላ የሰራውን ወንጀል አከናነቦት እንድትነቀው ያደርጋል يقول بعض الصالحين عند تلك سو من يلالو اني لاعصي الله اني اللهن ما نمسايني اللهن امصوالو يلالو فارى اثر ذلك يزان وطيت جن ملكتالو في سلوك دابتي وخلق زوجتي يزين وطيتي ونجلين جن بمستي سنه مغبار بفرسي دمو بحري ليوالوال فرسي كلاي كتاش تازل ليالو في تطلنيالچ بالبيتي دمو نغغرين اتسمايم تاجرفرفنيالچ ازو زونو متملسلي ستنقنيا يالو يزان ونجل وطيت ببالبيتي سنه مغبارنا بمغواغواجي بفرسي بحري اقو نبر يلال
ما انت ما اخفيت الا يظهره الله انت ما نم ما لا ينين بلا وانجل بتسر الله جن الدبابه يوط الله يايينه ومن اعظم ما روي بتام كتاريخ لي كتنغرو بتام ميغرمو تاريخ جن كان حبيب ابن محمد تاجرا عند حبيب ابن محمد مبارك سلفوت سنغارين مؤمن كان يتاجر بالربا او نزبو يتفتن بترو بريبا نبر مينغدو ريبا واستزفقال مسلم ريبا انديت يغبال الله سبحانه وتعالى فاذنوا بحرب من الله كالله كطورنت انداوجاچ ووقو ريبا متبلو يالنكم ريبا ميبلا سو يوم القيامه اند جن اندنكاو سو نو مينسا يودق يتنسا يلال ككبرو سيوطا كباد يسو بريبا ينغر نبر فمر باطفال يلعبون جواتا بميچاوتو صاناتوش تغالفه فقال بعدهم جاء اكل الربا ጻናትኮናቹ ለጋ እየተጫወቱ መንገድ ላይ ነው ከዛ እሱ ከረቀት ሲመጣ ሳይውት ምን አለ አንደኛው ዞራለና ጃአ አኪሉ ሪባ ይወለድ በይመጣለ ማንም አልነገራቸው አያቁትም ሰውየው አላህ ነው ያሳወቃቸው ያደብቆ ሰርቶ ነው አላህ ግን አጋለጠው ለሰው قال فرجعت الى بيتي ያለቀሰ ተመለሰ فقلت بي قلت يا ربي افشيت سري الى السبيان وهو يبكي يالكسا جيتاي وانجلي لزاناتو تشغلت كنيندي بك كزي بحالا توبتش الله عفو بلني الكنا الى اليان بري باي سبسبكوتن سنت بر سبسبكونا سنت مليون بر اوطتش صدقه ستوت يزيني هل اسكلجوچ اسكتاغلط يمن يطبقالو يزيني هل طلتهبنيال اوطتش بتنكوت صدقه ستو نصوهم برين يجي قرو كزام ይህም ብር ሰጠና ወደ አላህ እጁን አንስቶ ምን አለ ፈአዕጢቅኒ ያ መውላየ ይህ ሁሉ ነገር ሰጥቻ ወንጀሌን ትቻለሁ ማረኝ አፉ ብለህ አስወጣኝ አለ ቃል ይህ ሰው ከዛ በኋላ ይህን ሰጥቶ ሌላ ቀን በሚጫወቱ ህጻናቶች ጥግ በእነዛ ልጆች ጥግ ሲያልፍ አንደኛው ህፃን ቆመና የሚጫወቱትን ህጻናቶችን ቃለ አሐዱ ሚን ስቢያን አንዱ ህፃን ምን አለ ኦስኩቱ ዝም በሉ ጃአ ሀዘ ልዓቢድ ይህ አላህ ባሪያ እየመጣ ነው ዝም በሉ ህጻናቶች ሰጣሉ አለ በጎናቸው እያለፈ ነው እሱ ለጋ ህጻናቶች ናቸው ከዛም ወደ ቤት አሁንም እያለቀሱ ተመለስኩና ያ ረቢ እነከ ተሐፈዱ መረተን ወተዙሙ መረተን ወኩሉ ዛሊከ ዐንደክ አንተ ስትፈልግ ታስሞግሳለህ ስትፈልግ ታዋርዳለህ ሁሉ በአንተ እጅ ነው ብያልኩ ይላል ስለዚህ ምንም ወንጀል አደብቅም አላህ ገመናህን ያወጣው ቢሆን እንጂ ሰዎች አይን እንድትወድቅ ያደርጋል ወንጀሉን እንኳ ባያውቁት አሊያ ደግሞ እንደነዚህ በህፃናፍ ያስነግርሃል ኢዘን ምንም አንተ ወንጀል ብትደብቅ አላህ ያጋልጣል ስለዚህ አላህ ያየኛል የሚለውን ሳቦት ውስጣችን ማዳበር ይኖርብናል ኢንሻአላህ ይህን ያዳበረን እንደሆን ወደ ተቅዋ እንመራለን አላህን ለመፍራት በር ይከፍትልናል ኢዘን አንተ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስትፈራ ሁሉ ነገር ይፈራሃል አላህን ተደብቀ ስታምፅ ሁሉ ነገር ይነቅሃል የሁሉ ነገር ይበታሽ ተሆነ ሰው አይን ተወድቃለ ክብር አይኖርም ሰው ዘንድ ዑለሞች ምን ይላሉ ኻፉል ኢላ ፈኻፈሁም ኩሉ ወራ አላህን ፈሩ ሁሉም ነገር እነሱን ፈራቸው ይላሉ አላህን አንተ ስትፈራ ከሁሉ ነገር አንተ እንዲፈራ ያደርጋል ሲለት ብኑ ልአሻም ካነ ምን ኽያር ልሙተቂን ሸሂድ ብኑ ሸሂድ አባቱ ሸሂድ መስዋዕት የሆነ እሱም ሸሂድ ነበር ሲለት ብኑ አሻም ምን ሰለፍ ይህ ሰው አንዴ ጋባ እኮ ነው ዋሻ ውስጥ ይሰግዳል ሰው በቀን እንኳ በዛ ዋሻ ለማለፍ ይፈራል እሱ ለሊት ከዋክብት እንጂ ማንም በማያየው ቦታ ላይ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ይሰግዳል አላህን ይገዛል አላህ ብቻ ነው የሚያየው እየተገዛ ያለ ሶላት ላይ አንበሳ መጣ ከውኑን ያናጋው ነበር ዓለሙን ያንቀጠቅጠዋል በድምፁ እየጮኸ ይጫደረ መጣ ልክ ከሱ ጥግ ሲሰግድ ዝም ብሎ አየው እሱ ዛጋ ቆሟል ሶላቱን እንደጨረሰ ሲለት ብኑ አሻም ምን አለ ያ ከልብ አለው አንተ ውሻ ላቱዝዕጅና አን ሶላቲና ከሶላታችን አታበራገን እዝሀብ ኢላ ሐይፍ አመረከ ላህ አላህ ወደ አዘዘህ ቦታ ሂድ ነው ምል አትረብሸን ሶላታችን እስገድበት ይህ አንበሳ ይላሉ ሙአሪኾቹ ጅራቱን ከቀኝ ወደ ግራ እያወናጨፈ ሾልኩ በመንገዱን ተመልሶ ሄደ ኻፉ ልኢላ ፈኻፈሁም ኩሉ ወራ አላህን ፈሩ አላህ ሁሉ ነገር እንዲፈራቸው አደረገ አንበሳ እንኳ ከነሱ ይፈራል አላህን ስትፈራው አላህ ተቂይ ስትሆን ሁሉ ነገር ካንተ ይፈራል አላህን ግን ተደብቀ ካመስከ ወንጀልህ አደባባይ ይወጣል የአደባባይ ምስጢር ይሆናል እስኪ ስለ ተቅዋውን ተነጋገርነ ተቅዋን የተላበሱ ሰዎች
تقواني هيوتاتشو قراني أدرقو سويتش أمي أغنيو تروفات من دنو ثمرات التقوى يتقوى فريوتش الله ميفارو سويتش أمي أغنيو الدنيا ما خيرا لي تقموتش أن ملكة علن يقول الله تعالى الله من إلال ومن يتق الله الله أن ميتنكك أمي فراسو يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله أن ميتنكك سو الله سبحانه وتعالى وانجل تكفير على قلة تعالى بمعنى يلوت قلة تعالى ود حسنا ويعظم له أجرا أجرو يقزف قلة تعالى الله أن ستفر عن دنيا وانجل تابسو أجره تلك هنا اللحل ثانيا ومن ثمرات التقوى كتقوى ترفات الجس وهي سبب للخروج من المضائق تقوى كعلن بتشنكت موجة قدانا سبب من قدنا يقول الله تعالى الله قرآن لي من إلال ومن يتق الله الله أن متنك كمي فراسو يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى موجة بجلة كدبه بتشنكت الله الله متفراكون موجة بجلة ويرزقه من حيث لا يحتسب كلا السببوت رزق يا متالة هي تقوى ثمرنا رزقي سفل كدبه بتبتست الله شو الكهل نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحيح بخاري نا مسلم لين تزجبوا عندن سلسوس تسوش تاريخ زجبوا أستل على فحديثات شون أبزاني وشاش تاوقت على شو قال إن دقموا ألان يقول عليه الصلاة والسلام نبياتنا من الالو انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه كنا أنت بفيت كنبرو سوس تسوش لالو سلسوس الله أنفري سوش تاريخ ناقر لالو اني سوسوش برها لي والطوال برها لي يهدو يالا تشلم على بسباته مشي زناب ميورد نبر كذا ما دري اصل فلقو ودهونا واشا وسط جبو كتلك ترى راس ريال واشا كذا وسط جبو يلالو فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار كتراروا لا يتلك قواتين تندردرو وردنا برون زقاباتهم اني سوشالو وسطنا بتام ياسفرك استت دين الله ميفرسوستي الله باروش نبرو تام تقيوش نبرو اندي تقواچو كالوبت چنكت اندوطاچو نملكت حلن موبايل يلا دولو سون اوطوني اندهيلو بيچوهو ايسما دينغاو بيانكساكسو تاينكساكس من يادرغو اندنياو كمحالاچو تنسانا منالا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم اون كالاچو بت چنكتكم يادناچو يلم عند منغرنا يالاچو يا من دنو الله سبحانه وتعالى كاون بفيت بسراچو تخير سرا بتلمنوت انجي نجاتو طو مالاچو شوف تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده كالله جا بتورو ذا ساعات تواوق سيچنك الله يدرس لحال ومن يتق الله يجعل له مخرجا موجا بالجل على الله اني سوچ انجي صالح نبر دغ سراچون ود الله ليقربو نو كزام من على عندنيو سيجمر قال رجل منكم عندنيو من على اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران هلت ولا جوش نبرون ناتن عباتي يا رجوش ما قل لي وشنات شو النسون هلي بمخد من كباك كباك شو نبر وتتي يالبك النسون صالات التا ما ننم مالات التا انين كوالت التا ميلان النسون صالات التا ما نونين ميادرك بزمنات شن النسون صالات التا نيالت التا ملجوش ما يتطو من نبر إلا عندي زاف لما قرأت وطاك ودبرها بي اسم اللس فوجدتهما نائمين تنجي تواقين يواجه كل التوتشم لانك أتشو تألو فلبثت والقدح على يدي الجلي يميت الطبت سهن الجلي اندال انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر نقات وقق سكيل درس ماتا كعيشا يجمر إهن ميت الطبت وطت اندال بالله يزوكم عليه سو يقول والسبية تضارعون عند قدمي لجوت شرواتشو باب بات التانيال اقريلي كراها بيتنسا ينسا ليود قالو ما ننم مالا تتان بيه يجو اسكي نقع قويو فاستيقظا هلتم سينا كلين فشربا غبوقهما ميت التوتن وتتاتشون هلتم تقون الجوت كزامين خير سراون تلك خير سراون كعيشا جمرو اسك الصبحي وتتوني زوكمو لجوتشو كتاتش يتوراج اسو مربوطال نسو سايت اتقلي تتال فلقم لأننا تلعباتو يعلو كبر بزيش خير سر الله هنقلي لي لمنه من على اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الله إن سرع الركوتي أنت انفيتو فلقي يعني أنت وديتا فلقي كهنا كالنبتش انكتا دنن ألا
يقول نبياتين صلى الله عليه وسلم يقول فانفرجت شيئا هي قاتنيو تنش شتت على لا يستطيعون خروج منه لنا نغير كن الناس يمشوا لك عاشو አይደለም تنش كن شتت على لاچو ሁለተኛው خير سر الله يسقدم نو وقال الاخر ሁለተኛው من على اللهم استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد اني على سراتنيو حبتام سويه نو كن الله ميفرا سو نبر سوچن قطر ياسراواچو كزام سراو اند چرسو دموزاچون سكفل አንደኛው አነሰው መሰል አልቀበለኝም ብሎ ፊቴ ላይ ጥሎልኝ አደብሩን ይላል አልቀበለም አለ وترك الذي له وذهب يسن فانتا طلت هدا ይሄ ግን አላህም ይፈራ ነበርና ይችምብሩን ምን አደረገለት فثمرت اجره ይችምብሩን ኢንቨስት አረኩለትና ማሳደግ ጀመርኩ ፍየል ገዛሉ ስታድግ ሌላ ፍየል ከዛ በግ ከዛም ይጠብቃቸው ረኛ አሳደግኩለት ይላል فثمرت اجره በጣም አሰፋውለት حتى كثرت منه الاموال ገንዘቡ በጣም ገዘፈ ይላል ዑለሞች እንደሚሉት አንድ ሸለቆ ሚሞላ ነበር የከብቱ የምሉ ያቺ ብር እየተራባች ደረሰችው የሚያባዛለት ግን ይሃብታም ሰው ይነበር فقال كزام فجاءني بعد حين كتوسنا كرجم غزي بوحلا متانا من علي فقال يا عبد الله انت يا الله باريوي ادي الي اجري يعني تشاتي دكواتن برين ستني علي فقلت كل ما ترى من اجرك ايه ولا متايو يا انت دموز يتربون عليكم من الابل والبقر والغنم والرقيق الناس اللي يطبقوا للرنيا غستولتا الباريا غستولتا كبتو لامو فيلو انداله تلك نو ايه ولا انت نبرتنا وسدوا عليكم فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي انت يا الله باري اتاشوف بي برين ستين ومليش انت نشوان برين فقلت لا استهزئ بك اني اشوفك بعد اللم فاخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا لانين كو عندي تفيل سايتولني يانن يقطر كلت نرنيوچن يان كل كبت فيل ينهدا يزوت هدا ميكر مسراد اون سو يا بدرنن انكون ملسلت انكون برون ابزتن انفست ارغن كنيا بلاي نبرت يزلن ملسلت يامرون عجيبه تقوى يتيقال كذا هي سو بزي خير سر ودا الله لي كرمنا من على اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الله يهين سر يا دركوت يا انتن وديت يا انتن في تفلقي كونه كالنبت شنقت حدنن على خير سر ودا الله تسقدم نبياتين صلى الله عليه وسلم يقولوا فانفرجت الصخرة غير أنكم لا يستطيعون خروج منها قواتن يشتت تالي نقرقن ستيلم موت آتاي شلو تأباب قني توسنا تكفتا سوستنيا خير سراء قني مقرب على لبت سوستنيا أمكما الله أكبر وقال الثالث سوستنيا منال اللهم إنه كانت لي ابنة عم يعني يا قوتي لجنبرج كانت احب الناس الي بتام ودات نبرال اسم مؤمن نص مؤمنات الله فريناچو فكروا عليه جن ودك وفي روايه بلينا زغبال من الان كنت احبها كاشد ما يحب الرجل النساء عند وند سيتن يفكرال كتباله يزان يحل نبر مودات بفكروا سكري نبر الان فاردتها على نفسها فامتنعت مني طيقت كنيغا زين عندت سرا مطفو سرا فامتنعت سام صالح اللهم فري نبرج اهتوشي تملكتوات من هالك انبيالكي انبي بلاي ششش حتى ألمت بها سنة من السنين عندي قن درق اقرات شمتو على اني بالي وزو حفت بالي اقاني مد اتش لتبدرين هل ستشم الشيس قال الشي درسالكوات انبيالش تبلس اج نجرشا بد امس شقرات مد اتش نشالكي فجاءتني فأعطيت 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت متو هيا دينار يورك سانتي عند دينار ودا أرات نتب كمنا من جرام مزوبرنا يورك سانتي ستوات ودا متو هيا أميهن دينار بمن نوسم من نتوغن الشي للتلين كان يغزين على التسارة بزيت اسمع ما جنا برون ستوات بيت قبات شلين فلما قعدت بين رجليها كغروتشا محلم اند تكمت قلال قالت اتق الله اتشي الله باريا سيت منالج الله انفرا ولا تفض الخاتم الا بحقه يا لحق حتقرانين يا لتشي الله اكبر
اتق الله لمؤمن كتنجر يدنجتال صام صالح نبرج اتق الله لتشو يقول فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيته قيتاي ما توها يوني ستوات ورق تتشيلات كالصاقر تنستشهدك بك أمي يا فكر كواتي يودر كوات كذا من على إيه تلك سرانو يسولج سميت استسيقبا إمام الغزالي اندميلوت عندي سوستنيون عقل ياتال الله أنت رسال سميت استسيقبا بزي سميت استسيقبا الله نستوزي اتق الله لك ودنقت تتوتن استوطا أو بزي خير سرع الله اللي لمنه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه قيتاي هوي اني هي النجر يسرات انت نفيت وديت افلقيك وانا قال لنا بس جنكت حدنا على يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين تاريخ سيده مدهم من يلالو فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون ايه تلك قالت تنشراتت النورتاتشو دكا صوستم كذا واشوستو ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله ان متنكك مفراسو يچنك ساعات موجه بجلتال عند عالم من يلالو والله يلالو ين تاريك سانب يتقطع قلب الما لبي بكچتي بتاتسال يلالو لو كنت معهم اني كنز سوت وسطني بهون بماذا ادعو ربي الله بمن سرى ينبر من ماسن بمن من سرى لنا والله صلاتاتين فراچه يلو عفاتين كله اميت منم خير لنا والله بيتኛው ስራችን ነው አላህን ምን ማሰነው አንተና ነው ዘው ስጥብ ነው بيتኛው ስራ ነው አላህ ጌታ እቺ ስራ አለችኝ ምንለው የለና ምራቁት ነው والله خير الناس قدم يقبال يچንك ساعات منወጣበት ومن يتق الله يجعل له مخرجا يكتقوا ሁለተኛው ثمر ነው አላህን የሚተነቅቅ ሰው አላህ መውጫ በጅለታል ثالثا ሶስተኛው ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الله ان متنكك سو الله سبحانه وتعالى نغرون غير يادرجلتال نغده غير نو مزجاجا غدي تاسفسم غير نو استدادرك غير نو كل نغر الله غير يادرجلتال لمن ومن يتق الله الله ان متنكك سو رابعا اردتني وهي سبب لمعيه الله الله كان تطق اندي هون الله ابره اندي هون سبب منكت نو تقوى الله مفرات الله قران لمن يلال واعلموا ان الله مع المتقين اوكو الله سبحانه وتعالى كمتقوش غان يالو اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان الله عليك فمن معك لا العلماء الله كان تقاك هنا من بانت لي هون بال من ميقت ميدرس بذكر يلم وإذا كان الله عليك الله بانت لك ونسا فمن معك ما أنهم يستلع الله قمنا له واعلموا أن الله مع المتقين وقو الله سبحانه وتعالى السن كم يتنقق تباري وشكان يعلم الله كم يفروا تبار وشكان الله كان تقانو من ما يدرس بهم خامسا أمستنى وهي سبب لنيل محبة الله كفى بهذا شرفا يا الله ان وديتا لما غنيت سبب نو تقوى يقول الله تعالى الله قران لمن يلال ان الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى متقوتين السن مفروت باروتين يوداتشوال بقى شرفا الله كودد هيقتهم الله كودد الدنيا ما خرام لي طرو نغير يوللهال ان الله ان توكيدات ان الله يحب المتقين متقوشن الله يوداك ايه بك والله نبياتين صلى الله عليه وسلم حديث لي الله سبحانه وتعالى سيودن من اندم يادرق قلز يقول ان الله اذا احب عبدا دعا جبريلا الله سبحانه وتعالى ساندن سو سيودو جبريل يتروال انديت اندم يودو لنا قريفا لقال يترانا فيقول من الوال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه انت جبريل اني قلين ودوالو ودد اللي يلوال الله أكبر فيحبه جبريل جبريل والدوال ثم ينادى في أهل السماء جبريل وطعنا سماي كبليل ترها درقال سماي ألم لي إذا الله سنت ملائكة مهل ترها درقال نبي صلى الله عليه وسلم ملائكة بذات سيناقروا سماي لي سباتنيا وسماي سوطا بيت المعمور مبالا قنيا بيت المعمور مبال لكن ده كعبة ملائكة مقزبت بيتنا بيودك الى له بيت المعمور كعبه علينا ما يعرفوا يلالو قطتها ودسو نم يودك كذا وسط يلالو بيقنوا 70 ملائكه يجبالو لا يرجعون الى يوم القيامه
አንዴ ነው ተራ የሚደርሳቸው እስከ የው መልቂያም አይመለሱም ይላል። በየቀኑ 70 ሺህ ይተካካል። ያ ሁላ መላእካ ይሄን የዚህን ባሪያ ውዴታ ይሰማል። ሰማይ ዓለም ላይ እኔ አላህ ገሌን ወዶታል እኔ ሞድጄዋለሁ ውደዱት ይባላል። فيحبه اهل السماء የሰማይ ነዋሪዎች እንዳለ ይወዱታል። ثم يوضع له القبول في الارض መሬት ላይ ተቀባይነት አላህ ይሰጠዋል። ንግግሩ ተደማጭነት እንዲኖረው ዳዕዋው ጣፋጭ እንዲሆን ሰው ቢያስታርቅ እንዲሰማ አላህ ተቀባይነት ይሰጠዋል። اذا احبك الله الله ሲወድህ የሰማይ ነዋሪዎች ወዶ የመሬት ሰዎችም እንዲወዱ አላህ ያደርጋል እንዲቀበሉ ያደርጋል ዳዕዋህን ጥሪህን ሁሉ ነገር። ስለዚህ ተቅዋ የአላህን ውዴታ ለማግኘት ጎዳናው እሱ ነው። ስድስተኛ وهي سببون سبب ولاية الله تعالى لعبده الله سبحانه وتعالى ولي يادرغو يهز زند من كباكف بارتون زند من قدو تقوانو الله سبحانه وتعالى من إلال ألا إلال أواجلال يا الله أنا أواجسك نسمو أواجي يا لنو تريو نسمو من دون أواجو ألا أواج إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله سبحانه وتعالى ولي صالح باريو تشكو ስተውት በህቱት ዱንያ ነገር ላይ አያዝኑም። የውመል ቂያማ ደሞ በሚሄዱበት ነገር ላይ አይፈሩም። ሚሄዱበት ዓለም የሚያስደስታቸው ነው። ጥለውት ሚሄዱት ነገር አያሳዝናቸውም ይላል። እነማን ናቸው እነዚህ ወልዮች? ያ ረቢ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون እነዛ በአላህ Subhanahu ተዓላ ያመኑና አላህን የሚጠነቀቁት ባሮች ናቸው። وكانوا يتقون ወልይ ማለት መስፈርቱ ይሄ ነው። الذين امنوا الله مسفرتنا متى انزا يامنوا عقيداتهم توحيداتهم تستكاكلوا لجن يارد ولي يلم تنقاي بيت يتملالس ولي يلم الذين امنوا عقيداتهم تستكاكلوا يامنوا وكانوا يتقون الله ان متنككوت انزي الله وليوش ناتشو. ስለዚህ አላህን መጠንቀቅ ተቅዋ የአላህ ወልይ እንድትሆን አላህ ሚንከባከበ ባሪያቱ ዘንድ ጎዳናው እሱ ነው። ሰባተኛ وهي سبب لحفظ الله تعالى اياه من كيد الاعداء ሰባተኛው የተቅዋ ትሩፋት والله በጣም ብዙ ነው አሳንሸን ያቀርብኩላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጠላቶች ደባ እንዲጠብቅ መንገድ ነው። አላህ ምትፈራ ከሆነ ካፊሪል ሙሽሪኬል ማንም ሰው ባንተ ላይ ደባ ቢያስር ምንም አይደርስብህም። አላህ ይቆል ቁርአን ላይ ወኢን ተስብሩ እናንተ እኮ ብትታገሱ ወተተቁ አላህን ብትጠነቀቁ አላህን ብትፈሩ ላ የድሩኩም ከይድኩም ሸይአ የነሱ ደባ ምንም ነገር አያደርጋቸው ሴራቸው እናንተ ላይ አይደርስባችሁም። ኢነላሃ ቢማ ያዕመሉና ሙሂት አላህ በሚሰሩት ነገር ከቧቸዋልና ከአላህ ውቀት አይወጡ كالله ييتا كالله قتتر عملتم ان ربك لبيل مرصاد يتم ايدو الله ان كفراچو ان يالو نينو متطبقاچو يال متقوچ يا الله ان تبقا يا غنيالو سمنتنيا وهي سبب للنجات من النار الله الله تقوى كجحنم لمدانيا برنو انت كجحنم كسات نصا موطات تفلغاله الله ان متفرا باريا هون تقي هون. يقول الله تعالى قرآن يا الله من الال وإن منكم كنان توستكم عن ملم إلا واردها ودى جهنم بسيرات ميورد بيهون انجي الله الله كان على ربك حتما مقضية ينقر بقيت علي يتوسنا يقال يتقبال لتك الكيدان نو ثم ننجي الذين اتقوا كل ميوردال ما ننا ما دنان الله ثم ننجي الذين اتقوا نظر لها نمي فور ينبروت النادنا تشوالا ونذر الظالمين فيها جثيا نزان ظالمو تشن بدا يوتشون زاو جهنم لان برك كالناس كرات تشوالا متقوش بتشي وطالو الله كم يوتوت يادرغن امين بلو ان شاء الله اللهم امين. كان عبد الله بن روحه عبد الله بن روحه تالاك صحابه كبال بيتو جلا عندي دغف بلو تنيتو يالا فبكى على القصة فبكت زوجته لبكائه بال بيتوم لسو ما لقستاي ازنا لقسچ سوم كان علىنا ما يبكيكي من دنو ما يسلقسش نغيرني علات قالت بكيت لبكائك انت ستالقس ايچنو هيا لقسكوت وانت ما الذي ابكاك انت ش من دنو يسلقس نغيرني علچو قال تذكرت قول الله تعالى
ይህን የአላህ ቃል አስታውሼ አስጨንቆኝ ነው። ወኢን ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ካነ ዓላ ረቢከ ሐትመን መቅድያ ሁላችሁም ወደ ጀሃነም ትወርዳላችሁ ማንም አይቀርም ብሏል አላህ። ثመ ኑነጅ ለዚነ ተቀው ተቅዮች እናድናቸዋለን ከጀሃነም። ወነዘሩ ዛሊሚነ ፊሃ ጅዝያን እነዛን በዳዮች ጀሃነም ላይ አንበርክከን እዛው እናስቀራቸዋለን። ከሚድኑት ነኙ ስዛው የሚቀሩት ይህ አሳስቦኝ ነው ያለቀሰስኳለ። ወመን የተቂላህ አላህን የፈራ ሰው ከጀሃነም አላህ ያድነዋል። ከተቅዋ የምታገኘው ሰመር ከጀሃነም መዳን ነው። ተስዓን ዘጠነኛ وهي سبب دخول الجنه اللهم امين كجحنم وقت الجنه مغبيه بر نو تقوى يقول الله تعالى الله من الى تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا اتشن جنتاچن لمان نو مناورسو منسطو لمان نو من كان تقيا تقي لهونه بارياچن جنتن ورس يبالال اللهم اجعلنا منهم كنسو الله يادرغن اسرنيا وهي سبب قبول العمل عند الله الله يسره سرا صوم كم سجدك ميقبل زن تقوى مسفرتنا الله من الى انما يتقبل الله من المتقين الله سراوچن ميقبلو كنما نو تقي كونو بارياوچ الله سراهن يقبل زن تقي صالح مهون يتطبق بحال اسرا عندنيا وهي سبب لنين رحمه الله يا الله ان رحمة إزنت لما جيت قدان وتقوان تملكتو تبزو يكوترني تقوى ثمر أنت اللهم فريستون يدنيا من آخران خير نمتاقين يباتجر يا الله رحمة الدنيا ما خرام لي تاقين زند تقوى مسفرتنو. يقول الله تعالى الله قرآن لي من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت عمناتشو مؤمنا اتقوا الله الله أن تتنكك وتفرت وآمنوا برسوله بملكتين يوم بلاكنوا أمنوا لمن يؤتيكم كفلين من رحمته اندي هذا الرقاتشون دون من تتعدل الله نصيبين من رحمته كالله سبحانه وتعالى يأزنت اتعى يستعطشو هل ويجعل لكم نورا تمشون به مترامدوا بت نور الله يدرك الله في الدنيا والآخرة ويغفر لكم وانجلاتشوني مراتشو هل والله غفور رحيم الله مهريونا أزاني السنو كفلين من رحمته ملون علم سفسر منالو أي نصيبين من رحمته هلتت أي ستأتشو هل مالتنو نصيب في الدنيا بالدنيا لي يئزنة ات أي ستهل ستأه مالتنو مالتنو علو يجعلك على صراط مستقيم قد تنيا من قر لي يسكم تهل ويبغض إليك الكفر ونجلنا كفر يستلهل ويحبب إليك الإيمان إيمان اللي تودي رجال الدنيا لي نصيبين من رحمتك إزنة الله كسد إنت أجن يلا أخيرا ليس يدخلك الجنة الله سبحانه وتعالى جنة يسكبها يؤتيكم كفلين من رحمتك إزنة إتآي ستأتشوهل الدنيا ته بوقت تنيا من غير تقوي الله حسن الخاتمه امره اخر است الجنه تاغني الله كذا من قال ويجعل لكم نورا تمشون به مترامدوا بت نور يادرغلاچوال علماء من قالوا نور في الدنيا الدنيا لي ببرهان نو مترامدوا بقت تنيا من غير نو ود خير نو مترامدوا ونور في القبر قبر وسط غبازا چلما يبر الله ونور على الصراط صراط عند مستشاقر نور يبران أمتدو يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الله قرآن لين دالو يوم القيامة مؤمنو سيتو شوندو شن تالة نوراتشو كفيت كاكيك قراتشو يبرا صراط سيقورتو تالة هلال الله الله كنسو يادرقن تقوى تقيه ونسو يهن ثمر نوم يغنيو يهن التيت يهن تروفات يغنيال بالدنيا بأخرام لي للاو يتقوى ثمر بزونا والله وهي سبب لإعطائه الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل مدفون كحق كحقون كمدفو مليبت الله مليا جنزة بيستوال يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن أنت مؤمنا إن تتقوا الله مسفرتهن الله أنك بتفرت تتنككت يجعل لكم فرقانا
الله مليا يدرك الله جوال فرقان حقن كبات إلي اندت ليو حرام نقر سيمت أبه وستقر اندي لو يدرك خير سيون اندت النساسة اندت القفافة اللي يدرك تقي يكون كالله وستلي ميحسكم تلي برهان على نور على مدفون كطور تليو على يتن يوم انقرنا وتكلا دلم تردو على يهين برهان تسد وزند الله انفرد ان تتقوا الله ما سفرتهن الله ان بتفروا يهيت اي سبطاچو هلال 13ኛ መጨረሻው ለሙተቆሽ ነው ይላል ወላአቂበቱ ለልሙተቂን የምንም ነገር ፍጻሜው ድሉ ለማን ነው الله ان ለሚፈሩ ባሮች ነው ሙተቆች ሁሌም የመጨረሻውን ድል ሚጎናጸፉት እነሱ ናቸው 14ኛ كالله زند يتكبرك تون زند تقيمون علبه الله من إلال إن أكرمكم كنانت زندني زند يتكبروا عند الله أتقاكم الله زند يتكبروا نانتوست الله أمي فروا قيتانو الله أمي تنككر هني زند يتكبروا بهافت عدلم بزر عدلم بقوس عدلم باقر عدلم الله أمي فرا إن أكرمكم كنانتوس اني زند يتكبروا عند الله اتقاكم كاغيتاچو زند يتكبروا مانو الله ان امي فراو وهي سبب البركات والرزق الله الله الدنيا لي رزق يسفا بركات كالله يورد له زند بركات سبب التقوى نو يقول الله تعالى الله قران لي من الال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا نزا يكتموا نواريوچ يمندروا نواريوج الله با الله بيامنونا واتقوا الله بيتنككوا بفروت الله بيتبابكوت لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كسماي كمريتم بركات باوتان الله بركات ملوهي جمع مؤنس السالي ملوتان جمعني برولار نهي بركات من السماء والأرض كسماي كمريتم بركان نوتان الله شونبر አሁን ግን ከተማው ላ ድርቅ ነው ሰው የኑሮ ውድነት ነው ያወራ ያለው አለይሰ ከዛልክ ኑሮ ውድነት ያወራ ነው ያለው ሁሉም ነገር በየቀኑ ዋጋው እየጨመረ ነው በረካ ተነሳ ለምን ከተቅዋ ርቀናል አላህን ከመፍራት ርቀናል ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀናል ወለው أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله بيفرنا بيتنككوا ان كفتو نبر على لفتحنا ان كفتو علن ለነሱን ከፍትላቸው ከሰማይም ከመሬትም ብዙ የሆነ ረድኤትን በረከትን እናወርድላቸዋለን ሐቂቃ ተቅዋ ብዙ ሰመር ነው ያለው ብዙ ትሩፋት ነው ያለው ለማሳጠር በዚህ በቃና ብቻ ባጭሩ ዱንያም አኺራም ላይ ያለ ኸይር ነገር ከተቅዮሽ መዝገብ ላይ መዝግበው በትክክል ታገኘዋለህ ስለዚህ ይህን ፍሬ ለማግኘት ተቅይ መሆን አለብን الله اللي انفره بيقبا قيتانو يقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله كو لفره تميقبا السنة ممرم السنة يعني هو أهل لأن يتقى لفره تميقبا الله النو هو أهل لأن يغفر لمن تاب إليه ودى السم لتملس ممرم أنو الله سبحانه وتعالى سيزي الله اللي نتنككو لنفره يقبال الله سبحانه وتعالى وسيا عند ستو نبياتنا من دستوت قدمت سلفوچ الله انفروا بمالت يتلاي وسيا وچن ستوال ادرا بالوال وهذا عمر بن عبد العزيز تلاقو يعني يا امستنياو خلفاء الراشدين وسط عنده يهونوت عمر بن عبد العزيز من ينالو بتقوى سيعزو عليك بتقوى الله اللهم بمفرات أدرى لهلو الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل أدرى أن اللهم بمفرات الزهلو أنو ثلاندو قوانيات سيمكروت الذي لا يقبل غيرها السوان انجليل أما يقبلاته هنا الله ميكبلو كتقيوش نصران ولا يرحم إلا أهلها إمي أزنو يتقوى بالبتهون سوچن بچهون اچون ولا يثيب إلا عليها لقمو من دامي ستو تقوى لينو كذا سكتلو من قالو فإن الواعظين بها كثير مكر ميستوت الله انفرا يالو ميستوت بتام بزوناتشو والعاملين بها قليل إمي تقبرو تقن تقوى تنشنو إلالو اي نعم والله والله يونتاچو نو كلاتنا الله انفروا نلالن كن يجمرو الله ننفروا الله ننتنككم عنده سلف لغوادنيا وصيا سيست بتقوى من الال عليك بتقوى الله اللهم بمفرات ادرا لها لو فانها اكرم ما اخفيت وازين ما اظهرت وافضل ما ادخرت
اللهم بمفرات أدرى لها اللو فإنها أكرم ما أخفيت كدبكو نقر هلو بلاج السنو وأزين ما أظهرت قلسك هركو نقر الله موابع السنو وأفضل ما ادخرت كاسك أمدكو ككزنكو نقر هلو بلاج تقوان ويلالو سلزي الله اللهم فروي قبال يتم بطا هنا أهم من نيو نمازج من المتقين كمتقوج نمازج الله انفرتو الله ደሞ የሰጣቸውን ጸጋ ከታሪኮች አምድና ነሳለን አንደኛው ረጁሉን في عصرنا شاب تقي نقي በዘመናችን ስለተከሰተ አንድ ሚገርም ታሪክ ነው ይህን ታሪክ መጀለቱ الاسلامያ ኢራቅ ውስጥ ያለው ኢራቃውን ዲሳቶን የነበረው መጽሔት ያስተላለፈው ታሪክ ነው ይህ ታሪክ ምንድነው ስለ አንድ ለጋ ወጣት ነው ወጣቶች ተመልከቱት ይህን ታሪክ ይህ ወጣት حج ለማድረግ ወደ መካ ይሄዳል ወደ መካ ሄደበት ዓላማው ሐጅ አድርጎ በዛውም መናፊ አለኩም ጥቅም አለ ስላል አላህ ሰርቶ ትንሽ ብር ይዞ ትዳር መመስረት ይፈልጋል ሄደ ሐጅ አደረገ ብዙ ሐጃጅ አለ ግን ስራ የለም 3 ቀን ይላል ይሄ ሰው ሲናገር 3 ቀን ውሃ ዘምዘም ውሃ ብቻ እየጠጣው 3 ቀን በረሃብ አሳልፍኩ ይላል በ3ኛው ቀን መረረኝና ከዓባ አሱር ሶላት ሰግጄ እንደወጣው በሩ ላይ ቆምኩ ከከዓባ ከዋናው ግቢ በሩ ላይ ስቆም ከረቀት በአረንጓዴ በር የታሰረ ቋጠሮ ነገር ተመለከቱ ከሐጃጆች ካንዱ የወደቀበት ንብረት ነው فذهبت إليه هجي أنا الصوت ففتحته سكفته كوست 200 شي ريال بجد ريال منو بنيا 200 شي አካባቢ ማለት ነው 100 شي ሪያል የሚሸጥ ዳይመንድ እንቁ ነበር ውስጥ ደነከትኩ ይዤው ተመለስኩና ቆምኩ በሩ ላይ አለ اللهم يفرى بارني كذا من على والله على ايه يزي دايموند بالبيت يزي الماس بالبيت كمتا اسطوا الله لكم منو اني هين دايموند اغنچ كمدسته دستا يبلته يا سويه بمطفاته ميازنو سلميبلط املسلت الله لكم ايه سو مان ما هيو هين دايموند يزو اغرون بيجبا تدارو مسرته ينوربتال كن الله يراه الله هيو نبر الم يعلم بان الله يراه الله يعين يلو فرا ين دائما دي يتطبقوت يا سو يسكي متابيه كذا عند بدمي غفا يالو شماغلي يروطو متو يا ناس يا جماعه يسو يال يا غير يال يالو يدنغطو متو طغالكونا يا شيخ ما بالك من هنا على الكواچو لجو يتوني ما قاوركو طفاي مندن يطفاچو بچرك يتاسرناو من اينت چرك ارنغوادي وسطو من قالو اندي اينت كرص يالو اندي اينت فرط يالو دايموند نو 100 شي ريال يغزاوت عنديت لجالتي لسو استوت يغزاوت دايموند نو قالو كذا والله وطاو نهين دايموند خذه قالكو يا زوبي سطوت سطو هي وطات لذا سويه كذا يشح تعجبوا من اين الزمن بزي بتوكل زمن 100 شي ريال نبرت اغنتو ميسطال وطات زاري بميسرق بالساعات በጣም ተገረምኩን 1000 ሪያል አውጥቼ እንካበል የመስራች እንደሚባለው ባገራችን እንካብ እየሰጠው قال ان اجري الا على الله لا كالله جنب ب 1000 ብር አልላከተም اجرينك الله ነው መፈልገው አልቀበለ ማለት 100 ሪያል ትች 1000 ብር ልቀበለ ነው ለአላህ ትቻለሁ አላህ ይሰጠኛል ትቶኝ ሄደ ይላሉ ሽማግለ ይወጣ ተቷቸው ሄደ ከዛ እዛ ሸኽ ጋር ተለያየ ከዛ ይወጣት ስራ ፈለገ ምንም ሊያገኛል ቻለም በመርከብ ተሳፈረና ወደ አገሩ አቀና ይሰው ወደ አገሩ ሲያቀና መርከቧ መንገድ ላይ ያለች ከባድ ማዕበል መጣና ከቀይ ከግራና ወጣት መርከቧ ተሰባበረች አብዛኛው ህዝብ አለቀ የአላህ ቀደር ሆነና ይህን ሰው አላህ ሊያድነው ፈለገ ከሆነ የጣውላ ስባሪ ላይ አረፈና ውሃው ያሽከረክር ወደ ማያቀው አገር ወስዶ ጣለው ዳርቻው ወስዶ ጣለው ይህ ወጣት ምን ይላል የደከመ ሰውነቴን بدكما اغري تشكمي ودم مالاقو كتما من دراقن نو يلال ورزاش من درس غبا يبلصغچنات ازمراو منو اتكلتو مسجد يبزابات دسميل ايماناو يكابي نبر غبو فصليت في مسجده كنس مسجد سجد كزاو ما دركو يونه مغي ما متل يبل كزا عندي يتقدد مصافا يونا سصفو የተቀደደውን ፓርት ቁርአኑ ሲጽፈው ሲያዩ መጽሐፍ ትችላለህ እንዴ? አው ይችላል እንግዳ አስተምረናል እንዳለ ጽሑፍ አስተማርኳቸው ይላል አላህ በዚህ ሰበብ خیر ለኔ አመጣልኝ ይላል شوف الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله يدغغ ሰዎችን ስራ ይጥላል
ከዛ ይሰው ይሄን ጽፍ አስተ ከዛ በኋላ መጽሐፍ አስተምራቸው ቁርአን ሳነብ አረበኛ ሳነባዩ ትችላል አሉ። አዎ እንግዳ ቁርአን አሉ። አገሩን ህዝብ አቀረውታል። ከዛ የመስጂዳቸው ኢማም አደረጉ። መኖር ሲጀምር አገሬን ልመለስ ነው እንዴ ያደጋ ገጥሞኝ ነው አጋጣሚ ዘይ ገበው ስላቸው ላ አትድም በጭራሽ አሉ። ማግባት አለብህ ያው እኔ ምን ኢኮኖሚ አለኝ ስራ እንሰጣለን ቤት እንሰጣለን ጥሩ ሷልህ ልጅማለች እሷን ታገባለህ አሉ። በጣም ተደናገጥኩ። እሺ አልኳቸው። ከዛም የሰርግ ቀናችን ደረሰ ይላል። ከሀገሪቱ ካሉ ሷልህ ሴቶች ውስጥ አንዷን መረጡልኝ ይላል። ከዛ እቺን ሴት አገባዋት። ማታ አገባውና ይላል የሚገርመው ታሪክ እዚህ ላይ ነው። ማታ እሷ ጋር የጫጉላ ምሽታችን ላይ እንደገባው ከእኔ ወደ ፊት ለፊት ቢጃማዋን ለብሳ ወደ እኔ ስትመጣ አንገቷ ላይ ያየሁት ጌጥ ማርኮኝ ደንግጬ ቆምኩ ይላል። መካ ላይ የተውኩት ያነ ዳይመንድ አንገቷ ላይ ተንጠልጥሎ ነበር። ፈኸሽልት ደነገጥኩ። ያ መካ ላይ የጣልኩት የመቶ ሺህ ሪያል ዳይመንድ ነው። መቶ ሺህ ሪያል ነው የሚሸጠው። ደነገጥኩ። ከዛ አባቷን አስጠሩልኝ አሉ። አንድ መጡልኝ አባትዬው። እኔ መረስተውኝ ያደረስቻቸዋለሁ። ያ ሼህ ከዚህ አመት በፊት ሐጅ አድርገ ነበር እንዲ ያልኩት። አዎ አለኝ። ምን ገጠመ እስኪ ታሪክ? ወላሂ ልጅ አለኝ፣ እኔ መካ ውስጥ ያለችኝ እንደምታየው ሀብታም ነኝ። ያለችኝ እቺ ሴት ልጄ ብቻ ናት። እሷን ላስደስት የመቶ ሺህ ሪያል ዳይመንድ እንቁ ገዛውላት። ገዝቼላት ይህን አልማዝ ስመጣ መንገድ ላይ ጠፋኝ። ከዛም ፈወጀቱ ረጁለ ሚነ ሳሊሒን፣ አንድ ደግ ወጣት ከሷሊሖች አላህ የሚፈራ ወጣት ይዞት አገኘሁት። ከዛም እንካ ብሎ ሰጠኝ። ምልክቱን ስነግረው አውጥቼ አንድ ሺህ ብር እንካ የምስራች ይዤ ብሰጠው አልቀበልህም አለኝ። እምቢ ብሎኝ ሄደ። ያኔ ለአላህ ዱዓ አደረኩ። ያ ረቢ ኢለከይቱ ሃዘ ረጁል ኡዘውጁ ቢሃዘ ልቤት፣ ይህን ልጅ አገናኘኝ እንጂ ለዚህ ወጣት ነው እቺ ልጄን ምድራት፣ አንደኛውን ልጄን ብዬ ዱዓ አደረኩ። ይህን ልጅ አጣሁት፣ ለአንተ አጋባሁ አለው። ይህ ወጣት ታሪኩን አስታወሰው ለዚህ ሰውዬ። እኔ እኮ ነኝ እንዲህ ብዬ የሰጠው እዚህ ቦታ ላይ አታስታውስ። እንደ አዲስ አማችና ልጅ ተቃቅፎ ማልቀስ ጀመሩ። ከዛ ህዝቡ የአካባቢው ሰው ይህን ታሪክ መጣው ከሐጅ ሲመለሱ ይነግሯቸው ነበር። መካ ውስጥ አንድ ያገኘሁት ወጣት አለ፣ አላህ እሱን ቢያገናኝ ለእሱ ነበር ምድረው ይሉ ነበር። አላህ ዱዓቸውን እስቲጃባ እንዳደረገላቸው አወቁ። የአገሩ ሰው ተላቀሰ። ሐታ ሱሚያ አልአስዋት ፊ አንሓኢ ልጀዚራ፣ ከዳር ከደሴቱ ዳርቻ እስኪሰማ ድረስ የአገሩ ህዝብ ተክቢር አደረገ። አላሁ አክበር። ወመን የተቂላህ የጃዓል ለሁ መኽረጃ፣ አላህን የሚፈራ አላህ መውጫ ያበጅለታል። አላህ የደጋግ ሰዎችን ስራ አይጥልም። መን ተረከ ሊላሂ ሸይአን አወደሁ ላሁ ኸይረን ምን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለአላህ ሲል አንድን ነገር የተው አላህ የተሻለ ይተካለታል። ይህ ወጣት ምን ይላል ታሪኩን ሲጨርስ? እኔ ይህን ዳይመንድ ይላል አላህ ያየኛል ብዬ አላህን ፈርቼ ለአላህ ስልተውኩት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ዳይመንድ ከውብ ኮረዳ ጋር ከሳልሕ ሴት ጋር መለሰልኝ ይላል። ለአላህ ስልተውኩት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከምታምር ሳልሕ ሴት ጋር ብሮ መለሰልኝ። ረአይቱሙ ተክዋ፣ አላህ ያየኛል። ለአላህ ስልተው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሻለን ይተካልሃል። አላሁመ ጃዓልና ሚንሁም። ናም አነማዚጁ ታኒ፣ ሁለተኛው አላህን ተቅይ ሆነው በመፍራታቸው አላህ ትልቅ ዱንያ ላይ ጣይ ሰጣቸው ሰው ሙሐመድ ይባላል። ስሙን ግን ህዝቦች ምን አሉት ከሆነ ክስተት በኋላ ሙሐመድ አልሚስኪ አሉት። ሙሐመድ ሚስክ አሉት። ሚስክ ማለት የቆንጆ የሚሸተው ሽታ ታውቃላችሁ፣ የሚጨሰው። ሙሐመዱን አልሚስኪ፣ ሙሐመድ አልሚስኪ አሉት። ሙሐመድና ሚስክ ምን አገናኛቸው? ታሪኩ መሰላቸው ዑለማዎች ታሪክ ዘገባ ላይ ሲዘግቡት ሙሐመድ የሚባል የአላህ ፈሪ ወጣት አለ። يا شباب الأمة اسمعوا هذه التاريخ. يه وطات اكاي يازورا نمشتو، لكن دنيا سوق بدارتي عندما نلو اكاي زو يازورا نمشتو. كذا عندي باندي هفتام قبي سيالف اكا تقزا الله شو لستيق يزا بيت استدادار سيتنات بد اما بتامنات قبا اكاو اللي زهالتش سوي على مسلوتي سو زبو بلوسي قبا برون زقاتشو كاركاراتشونا اكاون كغزا بلاي برسات احلو ከኔ ጋር ግንኙነት ታደርጋለህ፣ ዚና ትሰራለህ። ይህ ወጣት ደነገጠ። አላህ የሚፈራ ትልቅ ወጣት ነው። ከዛ ምን ሊያደርግ ኖ እምቢ ሲላት እጮሃለሁ፣ አስዝሃለሁ። አንተን ተራ ድሃ የሚያምንህ የለም፣ እኔ ግን አገር ነው የሚቀበለኝ። ሊደፍረኝ አስገድዶ ሲል ነው ጩኸ የመጣችሁ ላለው አሁን ወስናለችው።
እንቢ ብሏት ሊወጣ ቢል ጩሃ ልታስዘው እሺ ቢላት ከአላህ ጋር ሊጣላ ያጣብቂኝ ውስጥ ገባ ወላኪን ወመን የተቂላህ የጅዓል ለሁ መኽረጃ አላህን የሚፈራ ግን አላህ መውጫ ያበጅለታል ከዛ ምን አላት እንዲህ ብዬ እንግዳ ከአንቺ ጋር ልገናኝ አንቺን ከምትሰይ ሰው ጋር ሽንት ቤት ልግባና ንጽህናዬን ጠብቄ ልውጣ አላት ሽንት ቤቱ እንደኛ እንደ ድሮ አይደለም ውስጥ ነው ቤት ውስጥ ነው ገባ እዛው አካባቢ ነው የሚጸዳዱት ገባና ውስጥ ገብቶ አላሁ አክበር ይከብድሃል ልታወራው እንኳ ያንን እያነሳ አካሉ ላይ ለቀለቀው ሙሉ አካሉን ለቀለቀው ይሄ ወጣት ከዛ ይሄው ተጸዳድቻለሁ ብሏት ወጣ ሲወጣ ስታየው አስጠላት ውጣልኝ ነው ምን እብድ እየመታችው ውጣልኝ ይሄ ወጣት በሩን ከፍቶ ወጣ ልከፍቶም እንደወጣ አይኑ መቀን አድርጎ ያ ረብ ይሄው በመውጫ አውጥተኛል ህዝቤ ግን ይሄን የለቀለቅኩትን ቆሻሻ እንዳይኝ ይሰትረኛል አላህ ሱብሃነሁ الله سبحانه وتعالى يقول العلماء فغير ذاك الأوساخ إلى مسك الله سبحانه وتعالى هن قشاشون وده مسك لو وتقلت الله يوتات بيت هدا شاور وسدا ما نمن دايو الله هدا الرقا بيت قبتو شاور كوسدا بوهلا فانبثق المسك من جسدي كأكالو مسك موتات جمارة መስጂዲ ገባል መሐመድ ገብቶ ነበር ነው የሚባለው ቤት ውስጥ ይገባል አካባቢ ሚስክ እንዲያውድ አላህ አደረገ እስኪ ሞት ድረስ አካሉ ሚስክ ሚስክ ሸተ ነበር ስብሰባ ከተገኘ መሐመድ አልሚስኪ መኖሩም ይታወቅ በሽታው መስጂድ ከገባ ወል ሶፍ ካለ በሽታው ነው ታቀ መስጂዱ ኑር ይሸት ነበር እስኪ ሞት ድረስ ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله موجه بجلتال كنت تقيا في الدنيا አላህን ፈሪ ሁን ሁሌም ዱንያን ጥላት ትወጣለህ አላህን ምንፈራ ባሮች እንሆን እኔም እናንተ ሰይድና አሊ ምን ይላሉ እንደ መደምደም ያምለው አንዴ ወደ ቀብር ሄዱና ቀብሩን ሁሉ ሙተዋል ህዝቡ መቃብሩን አዩና እናንተ ቀብር ነዋሪዎች ሆይ አሉ ባለቤቶቻችሁን ሌላ ባላገባቸው ንብረታችሁ ተካፈለ ተወረሰ ሱቃችሁ ለሌላ ተወረሰ ይሄ ነው እንግዲህ ከዱንያ ያለው ዜና የናንተስ ዜና ምንድነው የቀብሩ ዜና አሉ። ከዛ ሰይድና አሊ ትንሽ ቆይና ምን አሉ? ወላሂ አሉ የመናገር አላህ ቢፈቅድላቸው ኑሮ ለቃሉ ተቅዋ እኛ ዘንድ የሚጠቅመውማ ተቅዋ ሆኖ አግንተነዋል ይሉ ነበር አሉ። ስለዚህ ምንም ነገር የሚጠቅም የለም ኢላ ተቅዋ ወደ አላህ ተቅዋን ይዘን መሄድ አለብን ንጹህ በሆነሽ ቀልብ በአላህ ፍራቻ አላህን ልንገናኘው ይገባል እንግዲህ ጠሪቁ ተቅዋ ተቅዋ የምናዳብርበት መንገድ ምንድን ነው አላህ ያየኛል የሚለውን ሳቡት ውስጣችን ማስቀመጥ ሁለተኛው ዱዓ ማድረግ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ተቅዋን ይለምኑ ነበር አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ቱቃ ይሉ ነበር አላህ እኔ ፍራቻህን አንተን መጠንቀቅን እለምንሃለው ነው ዱዓ ማድረግ አለብን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተን ባዳመጣችሁት የምንጠቀም የምንሰራበት ያደርገን አላሁመ ረበና አቲና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊ ልአኺረቲ ሐሰና ወቂና ዓዛብ ናር አላሁመ ኢና ነስአሉከ ቱቃ አላሁመ ኢና ነስአሉከ ልሙራቀባ አላሁመ ጅዓልና ሚን አህል ልጀና አላሁመ አዕቲከ ሪቃበና ሚን ናር አላሁመ አዕዘ ልእስላም ወልሙስሊሚን ወአዚለ ሽርክ ወልሙሽሪኪን ወደምር አዕዳ ዲን اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم وحد صفوفنا اللهم نعوذ بك من التفرق والشتات وأنت أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد